ويليام نون وتحدي ال 15 سؤال جاهز؟ جاهز. 3 سنين مروا على تفجير مرفق بيروت، بعد عندكم أمل إنكم توصلوا للحقيقة؟ خصوصاً إنه ما في جريمة حصلت بلبنان وتحاكم فيها حدا لا بتحقيق محلي ولا بتحقيق دولي. أول شيء نحن عنا الإرادة الكاملة إنه نكفي، نحن كل الأهالي جرحى متضررين، أهالي فوج ومدنيين. نحن لأنه ولا مرة وصلنا حقيقة بلبنان مصرين بهالقضية نوصل، لأنه هالقضية قضية 4 آب بتشمل إذا وصلت المحل 3 أرباع الفئات السياسية من دون استثناء، وإذا بتشوف الإخبارات المقدمينها من دون استثناء القراب والبعيد منا. ونحن كشباب وصبايا صغار بعتبر إنه نحن اللي قلنا بدنا نوصل مش كرمال اللي راحوا، اللي راحوا أكيد آخر همهم شو اللي صار، وهن بيعرفوا شو اللي صار عند ربنا إن شاء الله، بس نحن اللي عايشين بالبلد بدنا نعرف شو اللي صار ولازم نعرف شو اللي صار. البعض منكم كان ولا يزال عم بيطالب بلجنة تحقيق دولية، قديش عندكم ثقة اليوم بالقضاء الدولي خصوصا انه تجربة لبنان مع هالقضاء تحديدا بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما كانت مشجعة؟ هلا قضية الرئيس الحريري بتختلف شوي عن قضية المرفق، لأن بالمرفق عندك باخرة فايتة بوراق وفي أشخاص مسؤولين ديركت عن الموضوع، هودي بنقدر نجيبهم بياخذوا منهم معلومات القضاء اللبناني. اللجنة الدولية عم نطالب فيها هي بتجي بتدعم القضاء اللبناني ولا مرة بتاخذ دوره، بتجي مع 6 شهور تطلع قرار على طول بيفهمونا بدون قرار تقني، هذا القرار التقني اللي بدنا إياه بست شهور بكون طالع ولا مرة بتاخذ دور القضاء اللبناني. وزيادة عن هيك أنا بالنسبة لي قضية الرئيس الحريري دلت على الأشخاص اللي قتلوا الرئيس الشهيد، وهذا الشيء واضح للكل. بعض الدول رفضوا أن يسلموا لبنان صور الأقمار الصناعية لحظة وقوع تفجير المرفأ، برأيك هل هيدا دليل على أنه إسرائيل هي يلي نفذت هذه الجريمة بحق لبنان واللبنانيين؟ عدم تسليم الصور بزيد الشك انه اسرائيل، لان 3/4 المجتمع الدولي هو ميل لاسرائيل ولا مره ميل للشعب اللبناني. بس انا بقول لك شغله، يمكن ايه يمكن لا، هذا تحليل. في دول جاوبت انه لا، في دول ما جاوبت، في دول اجا وفود منا على القضاء اللبناني، فاحتمال يكون حدا مسلم، ما بقول احتمال، تحليل، لانه اللي جاوبوا جاوبوا واللي ما جاوبوا بعتوا وفود على القضاء اللبناني، وهذا الشيء مش سر طلع بالاعلام. ويليام، اذا صحت فرضيه انه اسرائيل هي يلي فجرت المرفأ، ليش حزب الله هو يلي عم بيعرقل مسار هالتحقيق برايك، خصوصا وانك وصفته باكثر من مناسبه بالعدو؟ العدو اسرائيل، العدو المطلق، يعني الحزب على طول بزيد بالعداء لاسرائيل. ونحن كنا عم نحكي قبل الهوا، نحن كنا نشجع او مع الحزب ضد اسرائيل، وكلنا بعدنا ضد اسرائيل. العدو اللي بحاربك من قلب بيتك، يعني اذا اسرائيل قتلتنا نحن ببيروت، شو الهدف نحمي جنوب ونقتل بيروت؟ هذا الشيء ابدا مش منطق. فالحزب عم بيكون عدو بالتحقيق، وصح هو عم بحارب التحقيق، كل اللي احتموا ضد التحقيق ان كانوا من الثنائي او من بريه الثنائي احتموا بعبايه الحزب، ولا حدا احتمى بفئته السياسيه. العدو اللي بحاربك بالقضاء اللبناني اللي بيكون بعد هلا القاضي مش طالب ولا واحد من عنده، شو السر انه الحزب عم بحارب التحقيق بعد القاضي مش طالب ولا واحد من عنده؟ الا اذا الحزب بيعرف او بيقدر يعرف اذا في شيء بالتحقيق بيطاله، هذا بيصير شيء واضح انه هو مذنب. بس انا بقول لك قبل ما يطلع التحقيق نترات الامونيوم للنظام السوري بتسهيل من الحزب بكل صراحه. يعني بتتهم الحزب بعرقلة التحقيق؟ واضح بتهم اكيد بالعلن انه الحزب عم بعرقل التحقيق، وهذا الشيء ثابت وكل يوم عم بعرقل التحقيق. طيب ب 25 كانون الثاني من العام الجاري اطلق المدعي العام التمييزي غسان عويدات سراح كل الموقوفين بقضيه تفجير المرفأ، برايك هل هذا القرار كان بامر من حزب الله؟ هذا القرار كان بامر من السفيره الامريكيه ومش سر، ونحن وجهنا القاضي عويدات وصلنا له بالاعلام انه هذا الشيء مزبوط، وهو رجع رد تقريبا بجواب مبطن انه ايه مزبوط، انه انا نفذت طلب مش ارادتي. ودغري بياخذوا لك حجه انه حقنا للفتنه وحقنا للدماء، لكن في لا فتنه ولا كان في دماء. على طول بيتهموا اهل الضحايا انه جماعه سفرات، شفنا ديركت مين هو جماعه سفرات. القضاة للاسف بعض القضاة بالقضاء اللبناني نفذوا اوامر السفيره الامريكيه اللي هي هلا في اللي بعد شهرين، ورجعنا تواصلنا نحن مع السفارة وقالوا صح نحن طلبنا من القضاء اللبناني وهددناهم بالعقوبات القضاة طيفلتوا محمد العوف، بس اللي صار من القاضي عودات فلت كل الموقفين. هل هالشي خدم حزب الله برأيك؟ اكيد، يعني اكيد بس يكون في تحقيق في موقفين، انت عندك قوة لو انه انت مظلومين او مش مظلومين، في حدا موقوفهم بيطالب معك يمشي التحقيق تيعرف مصير موقوفين، وهلا صار الاهل بس والشعب كله بدهم يمشي التحقيق. الموقوفين جتهم خدمه، بس انا بقول لك هي اكثر شيء اذى الموقوفين، اذا في حدا فيهم بريء انظلم بطريقه تطليعه، بالنسبه لكل الاهالي كله اللي طلعوا بطريقه مش قانونيه ولا واحد منهم بعد بريء. ويليام نون، برايك حزب الله اليوم مقاومه ام ميليشيا مسلحه؟ ضد اسرائيل كلنا مقاومه على الحدود، بس يصير مشكل بقلب البلد اكيد ميليشيا مسلحه. بقول لك شغله، نحن كلنا كل الفئات اللبنانيه بوقت من الاوقات كلهم قاوموا، بس لهلا اذا في مشكل في عنا الجيش اللبناني، ونحن كلنا بنخبي شبابنا. احنا انا بفتره بي كان بحزب ويمكن اهلك كانوا بحزب، صارت الحرب وخلصت الحرب، اجى اتفاق الطائف كل من الشاد بيسلم سلاحه، ليش فئه واحده تحتفظ بالسلاح
والمشكلة انه صار بيتوجه لجوا اكثر ما يتوجه من برا. يعني انا بشوف يعني بتابع من 3 سنين اذا بتعد خطابات السيد ضد القاضي بيطار او ضد التحقيق تبع المرفأ اكثر مما ذكر اسرائيل بألف مرة. هذا الشيء اللي بيفاجئ. وبقول لك نحن بال 2006 انا كنت صغير، ضيعتنا كان كل 3/4 الاهالي الشيعة كانوا قسم كبير موجودين عندنا بالمدرسة اللي هي حد بيته وفي علاقات شخصية، ونحن كنا مع اكيد ضد اسرائيل وبعدنا مع حال لحد المنه ضد اسرائيل. بس يصير البارود ضدك ضد تحقيق المرفأ اكيد صار ميليشيا. في مأخذ عليكم اليوم كاهالي ضحايا انه بكل تحركاتكم ما بتذكروا لارا الحايك الضحية الوحيدة يلي بعد لغاية اليوم بغيبوبة تامة وهي موجودة اليوم بمستشفى محنس. يمكن معك حق واكيد معن حق الناس، بس نحن بنوقف احترام الرأي الاهل تبع لارا. نحن بنتواصل على طول مع امل لارا وهي بتعرف انه انا من اول فترة بحكيها، وبالنسبة لنا اهلها هن اللي لهم الحق يضووا او عدم يضووا على الموضوع، ولازم يضووا. نحن بنذكر بالعادات جوا بس على الاعلام نحن ما قلناش حال نذكر شخص عنده حالة صحية، أهله يمكن بيقولوا مش حابين نحكي أو مش حابين نحكي. أنا بتمنى من أم لارا تكون هي أول الموجودين معنا وهي تطلع تكون رأس حربة معنا، لأنه لارا عندها وجع كل يوم كل يوم كل يوم، يعني يمكن وجع أكثر من أهل الضحايا كمان، ونتمنى لها الشفاء أكيد لارا. سميلي 3 نواب خذلوا أهالي ضحايا 4 آب بمواقفهم بعد ما كنتم متوقعين منهم مواقف مغايرة تخدم قضيتكم. سميلك 3 نواب هربوا من التحقيق، خذلوا كل الشعب اللبناني، فنيانوس، علي حسن خليل، غازي زعيتر. لانه اول ما صار الانفجار كل الناس قالوا نحن تحت القضاء ومع القضاء، وطلعوا كلهم ينجدوا بالقضاء مثل عطول. بس قرب الموسى عدان اول واحد بلشوا يصفوا حد بعضهم ووقفوا ضد التحقيق. وانا بقول لك مستحيل يقدر قاضي عدلي بالقضاء اللبناني يلبس تهمه لعلي حسن خليل او الغازي زعيتر او يوسف فنيانوس ومش عملها. وانا بقول لك من هون اذا هو 3 بريئين نحن اول ناس نقول بريئين، اذا نزلوا على التحقيق نحن مع، اذا بريئين نحن نقول بريئين، وبالعكس في شيء ضدهم. بس اللي بخاف ينزل على التحقيق واللي بيقول القضاء مش سايس قبل ما ينزل يعرف شو فيه بكون اكيد خايف من شيء عامله. وبدي اوضح شغله لجمهور الحزب بالاخص انه نحن قدمنا اخبار ضد اشخاص كمان عندهم نفس التهمه مثل هتلت وزراء والنواب، منهم اشرف ريفي اللي هو راس حرب ضد الحزب تشوفون الموضوع مش سياسي، بيتر جيرمينوس، غريسيا ازي، يعني قوات لبنانيه، قوات لبنانيه حليف قوات لبنانيه، فالموضوع ابدا مش سياسي. طيب اليوم مين الجهه او الجهات السياسيه يلي بتحملها مسؤوليه الانشقاق يلي حصل بين اهالي ضحايا تفجير المرفأ؟ موضوع ابراهيم حطيت موضوع شوي حساس. ابراهيم انا بقول لك مات خيو حد خيي، وابراهيم شخص انا كثير بحترمه وكثير بقدر الظرف اللي هو فيه، بس انا بعرف سقف الحريه بلبنان مش متساوي. يعني هو عايز برج البراجنه غير ما يكون قاعد مثلا بكسروان وعم يحكي ضد القوات. فيك تحكي ضد القوات ببشر، بس فيكش تحكي ضد الحزب والحركه بالبرج. كثير موقفه صعب، انا كثير متعاطف مع ابراهيم وبتمنى شي نهار ابراهيم يحكي اللي هو بقلبه. انا بعرف شو في بقلبه، نحن بنتواصل اللي بقلبه غير اللي عم يبين كليا. اتفقنا نحن بعد فتره اكيد بحمل اكيد الحزب والحركه، يعني عتم يعني برج البراج مين الحاكم الحزب والحركه. اتفقنا بعد فتره من المشكل مع ابراهيم انه نحن كل واحد بيعمل ضميره بالطريقه اللي بشوفها مناسبه، المهم الهدف يكون واحد وبطل في لا مشكل ولا انقسام، كل واحد عنده راي بالتحقيق. وانا بقول لك ابراهيم انسان ظرفه صعب، يعني انت بتعيش بالبرج تحكي ضد الحركه والحزب هالشيء مستحيل. والفيديو تبع ابراهيم اول واحد بظن واضح لكل الناس كيف كان باي حال. برايك هل رح يصدر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قراره الظني بهذه القضيه كما وعد؟ مجبور يصدر، والقاضي بيطار او حيل قاضي او محقق عدلي او مين ما كان القاضي بس يحكي كلمه بيكون قدها. هو قال وقت القاضي عوديت طلع الموقفين ادعي عليه انه انا بصدر القرار محيل لمطرح لو كنت بالحبس. وانا صرت قايل كذا مره للقاضي بيطار نحن بالشخصي ما في شيء، لا في قاضي لا بيعجبنا ولا ما بيعجبنا، في قاضي يا بيختم القضيه ما بيختم. القاضي بيطار عمل كل شيء باخر دعسه، اذا هالدعسه الوحيده اللي ما عملها بكون كل شيء راح على الفاضي، هو بيعرف هذا الشيء. اذا القرار الظني اللي عنده كامل انا مع انه اذا سووا له وضعه انه يعني يجي ويصدر ويبطل يفوت باتهامات ويجيب هاي وياخذ هاي، لانه مش حيقدر يجيب ولا واحد. انا اعترف بالواقع اذا وضعه القانوني ما سووه وصار في ضغط على التحقيق وهو بيلاقي بمطرح هذا القرار بيخدم الرأي العام يعرف شو اللي صار بالمرفأ وعنده دليل، مش انه يطلع هيك يمكن هيك يمكن هيك مثل شفنا اللي انحكى من فترة عن قرار الأجهزة الأمنية، يصدره لو بالإعلام لو مش له تنفيذ قانوني. بس القاضي مجبور طلع قراره الظن اللي لنا 3 سنين نحن كأهالي عم نتبهدل كرمال ناخده. ويليام شقيقتك كانت عسكرية بالأمن العام ولا تزال، قديش اليوم كعائلة بعد عندكم ثقة بمؤسسات الدولة وأجهزتها، خصوصا أنه رحلكم ضحية بتفجير 4 آب وهو شقيقك جونون؟ أول شيء خيب فوج الإطفاء عسكري، وأختي بالأمن العام عسكري، وثلاث أرباع ضيقتنا بالعسكر. أختي جريحة ب4 آب
واختي اخذت تقريبا كذا شهر رجعت تنطق من بعد 40 لانه كانت حد القطعه صوب المرفق وسيرتها طبقت على بعض. وانا على طول بقول نحن ظالمين لاختي، ولا مره حكينا عنها ولا مره جينا لها انت شو بكي، لانه صار شيء اكبر بالبيت. نحن مع الدوله من الاخر، نحن بقول لك اهلي بنحكي كل اهالينا كانوا ايام بالاحزاب وهيك، الحرب كثير بشعه، واللي بيطلع بيحكي على السوشيال ميديا بدنا اياها تولع او اكثر ناس رح يتخبوا بس اذا صار شيء. انا بالنسبه لي اذا حدا تعدى بيتي اكيد اللي حق دافع، بس الحرب بشعه كثير والحرب الكل بيخسر فيها. نحن مع الدوله بس مع انه الدوله على الكل، لان انا بشوفني على طول بهاجم بهاجم بيطلبون على التحقيق بدي روح ومجبور روح، انا عم طالب بقانون فيش اقول طالب هون وهون ضد، بس انه عشرت ممكن نكون كلنا تحت سقف القانون. نحن مع الدولة إذا الدولة بدها تنوجد. هل ممكن إنه نشوف ويليام نون بيوم من الأيام نائب بالمجلس النيابي؟ والله لو بدي أعمل نائب كنت شفتني الدورة الماضية نائب وأنا قاعد بالبيت أنا ومرتاح. أنا بقول لك شغلة، طول ما قضية 40 مش خالصة أنا ممنوع علي أعمل نائب أو ممنوع علي أعمل شيء بكون عم بستغل القضية، بس إذا قدرنا ننجح قضية 40 ونحن لقينا حالنا خلصنا المهمة اللي علينا كل واحد ساعتها عنده الحرية يعمل اللي بده إياه. تعمل تترشح؟ إذا خلصنا قضية 40 ولقيت محل بخدم شيء يمكن، بس انا طول ما القضيه بعد مش خالصه انا ممنوع اترشح كنا بستغل اللي صار. انا بالنسبه لي بس تخلص القضيه بكون انا ضميري ارتاح تجاه خي وتجاه الكل، عملت اللي علي ساعتها عندي الحريه الكامله اعمل بدي. والانتخابات الماضيه انا جيني ثلاث عروض وثلاث عروض، يعني المطرح الدائره اللي نزل فيها والمقعد اللي نزل عليه بتطلع انت وقاعد بالبيت مرتاح من محبه الناس اكيد مش انه انا او غيري. فهذا الشيء رفضت لانه انا ولا مره بستغل قضيه اربع قبل شيء شخصي، بس بحبش نهار بس تخلص القضيه تفوت لجوا لانه تحط عينك بعين المتهم وبعينك بعين اللي معرقل البلد له 100 سنه بتقول له نحن صرنا جوا وانت لازم تصير برا. عددت ثلاث صفات موجودين بماريا ما شفتهم باي بنت تانية وهن يلي خلوك تاخذ قرار الارتباط فيها. ليك صفه واحده قدهم كلهم، شخصيه وحضور وقد كلمتها، يعني هو ثلاثه بس انا قد واحده. يعني انا انسان شخصي بغض النظر عن الشكل والعلم وكل شيء، الشخصيه اللي بتفرض وجودها او لا. وانا تعرفنا عمريه كنا بأسوأ الحالات، لقيت انه هالبنت كانت اول شيء كمان بعيده وحكي قليل وهيك، بس لقيت انه لا عندها شخصيه وقادره تفعل هذا الشيء. هلا ترجم بوجود ماريا وانطونيلا وثلاث ارباع البنات تبع اهل الفوج، هن اللي بيتواصلوا اكثر شيء مع المجتمع الدولي، اللي اكثر شيء بتعرف توصل له الرساله بطريقه صح، هن بيترجموا كل الرسائل تبعنا وهن بيشتغلوا قدنا قدهم. وباربع ايام انت شفتهم هون من هالمكتب اللي احنا قاعدين فيه، هن كانوا يشتغلوا مثلنا مثلهم من لهم جمعه تحضير تحضير. فماريا انا بالنسبه لي مش لانه اخت السحر مش لانه خيلو جو، اللي جمعنا كثير كبير، ويمكن لو ما صار الانفجار كنا جمعنا يمكن، لانه نحن بس التقينا اول ما التقينا هيك في شيء سبحان الله بيشدك على الشخص الثاني. ويليام اذا اليوم بقول لك اكشف لها سر لماريا مش مخبره اياه شو بتقول لها؟ مش مخلى ولا سر الا مخبره اياه. يا ريت. انا وماريا يعني واضحين لدرجه انه اسرار بيتي واسرار بيتها بنعرفهم اثنيناتنا. طب مش اذا مش سر شيء رساله؟ رساله وعد اذا بدك. وعد انه نكفي، يعني يكون عندنا حياتنا الشخصيه اكيد، بس نحن الوعد علينا دين على اخواتنا، القضيه اولويه. لو شي نهار بدنا نبدل القضيه حياتنا الشخصيه وهيك لازم يصير، بعد انه نكفي الاخر الاخر الاخر، مش انه نكفي الاخر وبعد سنه وسنتين نقعد بالبيت، لا نكفي نعرف شو اللي صار باخواتنا، وهذا شيء واجب علينا مش كنا بنعمل شيء زياده، هذا شيء نحن مجبورين نعمله كان عجبنا او مش عجبنا. ويليام اذا اليوم جو عم بيشوفنا وعم يسمعنا شو بتقول له قبل اسبوعين تقريبا من عرسك؟ اوف لك فيش قل له شيء صراحه، يعني بهالموضوع كنا بنحكي الصبح معنا صعب كثير صعب ومش استعطاف ولا قصه مشاعر، بس يعني خيك الوحيد نهار عرسك مش موجود هيدي وحده صعبه بغض النظر عن وجع الاهل. نحن عرسنا هيكون اهالي الفوج اكيد موجودين وكل الاهالي، صعب كثير واحد يعمل عرس بدون خيه، خصوصي بتعرف انت القرايب والاصحاب بيجربوا على طول يجربوا يعوضوا لك هالفرق، وكل ما يهتموا فيك زياده كل ما انت تحس بالنقص اكثر. يعني غير انه له فقدك اليوم بهذا النهار، يعني كنا نحن وصار نحلم انه نهار عرس حدا منا وشي ونحكي هذا اصعب نهار ممكن يكون بالحياه، مع انه احلى نهار. نحن بنحول الوجع لعن جد نفرج الناس اختلاف قدينا انه الايمان هو والحب اقوى من كل شيء، هو عن جد اقوى من كل شيء، بس علي انا كثير صعب لان عندي داري اهلي، ممنوع انا انكسر نهار الارض، ممنوع ابكي لانه اهلي اكيد بيكونوا هادين على صوص ونقطه. وغياب جو وسحر والكل ضحايا الفوج اني اصحاب الي كمان وكانوا يطلعوا لنا ونسهر وهيك، فكلهم غيابهم راح يكون صعب. فقبلوا الجو انه هذا اصعب من اربع ايام نهار الارض يمكن عن جد. ويليام نون شكرا لك. ميرسي لك.